يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد يقول قائل: إنا نفتح القبر بعد دفن الميت ولا نرى ما يحدث له من نعيم أو عذاب، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ الرد عليها واضح، أنت في الدنيا وهو في الآخرة، الميت في الآخرة وأنت في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فعذاب القبر من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.